صباح الخير. أول شيء سلام عليكم خلاف، صباح الخير. أقول لكم هذا اللي يرقد من وقت، راقد من وقت وحيد من تبعي حول من ساعتين. والله يا أبوكم يعني ولا أحس نملة تمشي. هذا مزيغ الفندق ما عليه قاصة غير على ما تشوفون. دور ما دار راسي لا فوق بعها كم أكثرهم كلهم ميتين، هاي تراهم كلهم ميتين، كلهم انبات، ولا الفندق رقم واحد ما عليه قاصر فنان كلاسيك وماشي شراته. لكن انا ابو جنب بدون ناس ما تنداس، بروم ايلس روحي في هالفندق ربيعي وفندق ثاني. عزرت عليهم بوي وحجزوني، هي مدين فقيره فقارة هاي اللي داعيني دافعين جيمت لين تاريخ 6، لين تاريخ. عاد هالرجال يقول لي مبسوط في الفندق؟ قلت له لا مبسوط ولا عندي خبر. واي قلت له يا ابوكم هلكيت 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 السالفه. انا يا ابوكم ادمي يوم هرمز شوي صوتي عالي وحين هاي ما يدانون الرمز، وانا يا ابوك بعد اسكت ماروم، ان سكت نقض الشعر على لساني. انا ابوي ماروم اسكت، انا حتى يوم ارقد اتكلم. لا عاد امزح وياكم، فوالله ما ادري كيف. فيوم عداهم البارحه يا ابوي المفتاح. انتوا وين؟ قلت في السلفرج، لانهم جايبين المفتاح حجره في الدور السادس، ايش اسمه، في تشرشل اللي ورا فندق ابراهيم. لقطولي هو في الدور الرابع وانا في الدور السادس. قلت الحمد لله، كان ابوك نازل المايده علي هاي الساعه من الفرحه. اي والله انا ابوه بيضربني بيظهر. انا الصبح ما خليت حد، ما رمست في التليفون، ما حشرت محشره، حتى العمال في البيت واحد واحد دقت له من الساعه 5، وابراهيم غرب الله مخلي تليفونه صامت من طبن يرقد يبات سوميرا يا ليل ويا التليفون. وانا خطر على لساني ظهر علي اللقم، انا ما في ظهر على لساني اللقم. بعد قلنا شوي يبود بغوة القرط والملح داووا عن اللقم ما فيه. اي والله. وبعد منصور قيبه قال لي اول ما تنش الصبح انا تراني اجلس فيده وسويده وسويده. قلت انزين يوم بجلس فيده انا بجيب لك ذا وبجلس معاك فيده. ضحك. يلا نرمس خلاف. الحين بلش بعد شويه اقول لكم اللي يقولوا لي شو ياك ودرت ريال جارد. ريال جارد انا اسكنه هنا من ما يقارب أكثر عن 35 سنة، ما تجدد، ما تغير الفراش ما تغير من هاك الآن إلى هالآن، العام وعام الأول واللي قبله واللي قبله واللي قبله. كل ما تخبر المسؤول يقول لي إن شاء الله بيتغير إن شاء الله بيتغير، ولين يومكم ما تغير. جدم لا 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 ما يستوي، ما برو بدفع حاجة الحكي ثاني. هذا أول ثاني الجماعة اللي دا أنا أبوي مدعاي الترتيب اللي يلسف المكان اللي أنا فيه اليوم الواحد عن 5 أيام هناك كقيمة، أكيد أن أفود لهم هناك لداعين، لكن أنا مدعاي. ولي مدعاي أبوي ما على كريمة متشرط. قالوا وين تبقى؟ قلت أبوي أبا جريب أكسفورد العام إذا تحيدون روحي رامس ويا بول. وقايل له متقابل وياه في اللوبي، وامسات بعد في العيد هذا عيد الاضحى بعد رامس وياه. وقال لي بيتغير الفراش ستيب باي ستيب، لا تغير ستيب باي ستيب ولا فلور باي فلور ولا تغير من اذنه. حتى قلت ابوي ما في يسكن هناك، وحجاره شيء من الحجار صغار. وقال لي ما بغي ما بوديك فوق، هل خلاني ينقمه وحجة والفراش مسمل قديم ان شاء الله حادني ما شيء كاله المرأة. يلا بنرمس خلاف. والله ولين الحين توها باري تظهر الشمس، شوفوا توها باري تظهر الشمس. هالي قال لك الطويلة ما ترقى، الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوج. الحين هذاك ما يعزلي لنا قديم، وهذا رقم واحد الفندق في منتهى الروعة. يقير تحس كأنك جالس في القصور الأولية هاللي كلهن أشباح،
ويزيق ما في ما داني الوحده ولا داني المكان، لا ما في لا في صوت لا ياهل يبغم ولا حد عند الباب يسوي حركه ولا حس حد يمشي. عين ابوه لا اله الا الله، ما في على هدولين هكذا. هذا ما الرجال ويا حرمته جايين شهر العسل، جايين يفتكر انسان جاي يسوي راحه واستجمام عن صدعه ضغوط العمل القويه. هي انا حش علي اسكت يوك ما في حش. نحن طمعنا، نحن دائما نطمع النادي العين يجب ان ينافس على الاول، وانا اعتقد اذا انت تبي تنافس يجب ان تنافس على الاول، لان الثاني والاخير واحد، الثاني والاخير واحد. نحن طمعنا، نحن دائما نطمع النادي العين يجب ان ينافس على الاول، وانا اعتقد اذا انت تبي تنافس يجب ان تنافس على الاول، لان الثاني والاخير واحد. لكم قلت في خاطري هل قبيط بالبحر تهدد افتحه ما افتحه، تحرك فيه شوكلت، شو طلع الله يحفظكم فيه، في زنجفة ورقة خبصة، هاي لعبة إبليس يا يحيدونه اللي بي عندهم بينينونه. والله العظيم الحمد لله الله رحمني. صابخ Good morning. يا سلام هوايا وين البوسة؟ صباح الخير صباح النور حبيبي، كيف الحال؟ شو صبت؟ شو تلوج في ثمك؟ البسكوت اللي تحت بموت عليه ابو محمد. هي فنان؟ اي والله. ما زين لي ابو كبوسك اليوم؟ برد موت. اخير على البارحي والله. جميل موت. اليوم عاطنك شكل ما شاء الله. انت الجميل حبيبي. الله يحفظك. انت الجميل. ما شاء الله. لا والله قسم بالله ما امزح. بيض الله. اخير على البارحي بمليون ولي. ابراهيم تبو كنت جايني، منو اللي جيت في الطريق؟ منو اللي جيت في الطريق؟ لقيت الغالي عبد الله حسن الفلاحي. انزين. انت ويا ويا هلا انزين على الله يحفظهم امين. بلغوك بلغ خالد السلام. نعم. عليك وعليهم السلام. زين شو قالوا لك انت غير عن السناب؟ اول ما شافوني قالوا لي انت قالوا لي ربيعك وين؟ قلت له ربيعي في الفندق، الحين صاير رايح له وينشل اغراضه وبيجي عندي الفندق. زين انا ما شاء الله عليك كنت مبين عليك على الطبيعه كيوت. اي والله حتى انا اقول لك عن السناب. هي هي قال السناب مكبرنك وهذا هي وعاطنك حجم وايد كبير للسناب. اي نعم. لكن انت على الطبيعه وايد كيوت ان يسمونه وذف لبق متلبج وين ما يا له. الحين هالكرسي هالكبير ياهل ما يضمه وانت ما شاء الله ضمك من متني انا؟ لا 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 الحجم يعني وين ما جيت تلايمت اي مكان يسدك. حد من العرب لا الكرسي صغير انا ما اروم ما يلس عليه، او ان اللبس هذا ضيق ما بي شوف هذا انت عيال الحين هذا ميديم اللي بيشوفك انت بيقول انت لا مال اكس لارج وانت لا تلبس الميديم وتلبس اللارج. سبحان الله ما زين اللي في ديك شمون هذا تفاح؟ لا هاي اللي فيك الحيل شو هذا هب حيل هي بعد حدوه الحصان عن الحسد. ايه سبحان الله. يلا انت خلص خلنا نروح. يلا اللبسة رقم واحد ولا شيء مشكلة. لا والجوتي موي جوتي بوي هذا من هدايا هل البطين الله يحفظهم. شيء اثنين اعطوني هذا واحد هاللون هاللون لون زيتي والثاني اخوه لونه اسود هب اسود كحلي. وحين هذا اللي تام الحين بتروح من هذا الشيء الفنان شيء الفنان اليوم هذا بنتروح منه. اوه شيء فنان لا صار ولا استوى بس عاد انا وجه ما فيه.
لبيه. نحن وين سايرين؟ سايرين وفندق عند الشباب من السعوديه البارحيين. نعم. الله يحفظكم. سايرين مسايرين على قوم منصور قيب، عازمين على الريوق. هب على الريوق، كان زي على الريوق، يمكن كان لقطنا الريوق. هم زاهب انت ريق عندهم، بنت سير الله يحفظك، بنت قهوة عندهم، عازمين على قهوة هو والصلحي. والحين سارحين نحن فندقنا، فندقنا فتش بيننا وبينهم، فندقي اللي كان فندقي قلت لهم خلوا سماني عندكم ونحن راضيين. والحين هذا ابو حسين جدا المايفير، هذه الحديقة كام مكبرها خطفنا، ولأن هاك المنظر بعد الجميل غاوي ها شجرة كريسمس. وهذا ما يندر شو نحن بنزيد كذاك، هم ساكنين في المايفير. هي والله قريب يعني ما شيء، وصلنا فندق مايفير بعد اسمها قبل منطقة المايفير. الله يبقى ما يشبع من هاي البلاد. هذا ابوي فندقهم قوم منصور قيبه، وخطفنا نحن فوق من عالي ولبطنا دور ما دار هالبناية، هو رد ويابنا العدالة ما انتبهنا على اللسم، بالرغم انه من اقدم فنادق كنت في لندن ومعروف كلنا يعرفه، غير انا ما جديد شو اسوي، ما جديد. هاي يقول لك لا تدخل السوق ريعة مفلس، يزيد غبن يا جليل الدراهم. ليه انسان ليه ماله لازم في مكان ما يسيله الا اذا كان لك لازم، اليوم انه لازم ويناك انت يا مايفير هوتيل. ابوي وصلنا عند الجماعه حجرتهم، ابوي باهيو مركب خيل من كبرها بلاد بلاد. هذا الصلحي، هلا ابو محمد، هذا الصلحي كلن يعرف بنفسه هذا الريال. الله يرحم والديك حبيبي. انت بندر بندر بندر. بندر هذا فنان ورقم واحد، وهذا هل بعد هل كيوتي على الله يحفظه. راجح الله يحفظه. وهذا بعد ما حد ما غني عن التعريف، عبد الوهاب الله يحفظه. وهذا تحيدونه منصور القيبه، وصالح الراجح، صالح الراجح. وهذا ابويه ما شاء الله عليه ما يبالي كلام، تو تنور لندن. والله عندي بيت هسه انا بقوله لك، قلهن نورت لندن بوجودك. هي ما ادري وش التنوير، هو لمبات ولا وجودك؟ اشكرهن. مليون مرحبا بمتعب، مليون والله مليون، حي هالشوف حي شوف هالعين. ما شاء الله من يين ابدا، وروا المدخن ودخنوا. مشكور مشكور يا ابو سلمان على هالمدخن، على هالروايح الطيبه، طاب طيبك وعاش حبيبك يا البركه. لا خلينا منك على بليكا. انزين نحن اثنين عاد ابراهيم لو انا. زين ابو منصور ابو سلمان، الكليجه هاي الحين كليجه، كليجه القصيم اللي داخلها الدبس يقطر، لو 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 داخلها الدبس حاف. يقولون الكليجه المضبوطه 100% دبسها يقطر. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه لك 100% 100% قصيمي بتيب شيء والله هنه. يا سلام ليه بدي نحن نقول ليه بدي القلم ما يكتب عمر شجي. عرض الزياء. ابو سلمان قبل مده الله يحفظ ابو سلمان، هالريال من سلمت عليه ما عرفت. فيصل عبد الكريم والله والنعم، ايش حالك الله يحفظك يبارك فيك، سامحنا عاده. ابو سلمان طال عمرك، من مده انا كنت معك في ديزلدورف كنا نتكلم عن الحسد، فانت قلت عندك جبت سالفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من البشر اللي ما في قلبه حسد. نعم. تتذكر قلوب البشر يقال قلوب البشر كله به يعني غصب جبل فطرة فيها حسد، ولكن أحد مؤمن يقدر يكبته واحد سبحان الله يظهر غصبا عليه. نعم. إلا الرسول صلى الله عليه يعني صفي قلبه من الحسد، لذلك البشر كلهم إذا راحوا للجنة ما يتحسدون لأنه شال قلوبهم الغلوة الحسد. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أبو سلمان أقول لك، ولكن يقولون يعني بعض باب تعذيب الإنسان من الحسد قيل إذا شفت في قلبك غصب طلع، يعني شفت نعمة على شخص أو شفت صيت له أو كذا، كيف تربي نفسك تقهر الحسد؟ نعم. قلبك إنك تدعي له أو تثني عليه أو تطريه بطلع حسن كذا، تكبت الشيطان تكبت تكبت وتعالج نفسك من الحسد. ولكن إذا شفته
وجيت تكلمت به او كتبته او قلت علمه مو به، يكبر الشيطان ويكبر الحسد بقلبه. سبحان الله. ترى الحسد ما كله راعي، لا اله الا الله، ما ادري عنك. ايوه. والنعمه اللي اعطاك الله اياه والصحه اللي اعطاك الله اياه ما يشيل الا هو، هذاك ما يقدر. يعني الحسد هذا يقولك والله فلان محسود، اي احد يصير قلبه ما يطاوع غصب، يشوف نعمه هذا الثاني نعم فيتمنى زواله. سبحان الله. ليه تبدأ تكبر معه المسألة إذا ما فالختام إنه نعم. ما في إنسان إلا بقلبه حسد، حتى أن الأنبياء تحاسدوا يوسف أخوته 12 حتى بالبير، لا إله إلا الله، وهم عيال أنبياء، يعني يعقوب رباهم أحسن تربية، لكن الحسد ما يعرف لا صغير ولا كبير. سبحان الله. وقد يحسد الثري، وقد يحسد الطبيب أحد جاهل، وقد يحسد العالم، لكن هي له علاج. اللي بيقوم بعلاجه انه اذا شفت نعمة على عبد اقهر الشيطان اللي بك ودع له وتمنى له الزود. نعم. كده تدحر الشيطان تبدا ما تحسد. سبحان الله. مشكور يا ابو سلمان، يا الله يحفظك على هالكلام، واعشق الارض اللي تمشي عليها. يا حبيبي. الله يحفظك. هذا فيصل عبد الكريم عبد الله. نعم. تذكر مقاطع انتشر بالواتساب حقت المداهمات وحمايه المستهلك. نعم. والغش التجاري في السعوديه. من يقوم الصبح ويدور ناس اللي يغشون، ناس اللي يلعبون منتج، فيظهر مع الدوله في المداهمات حمايه المستهلك. اي حمايه المستهلك بيجيكم قريب في الامارات برضه، اللي يسلط التجربه على حمايه المستهلك في الامارات. والله مليون نعم ومليون مرحبا بك. الله يسلمك. والله مليون مرحبا. فرحت بشوفك وانبسطت يوم عرفت عنك هالمعلومات. انا اشوف على الواتساب واعرف على اليوتيوب، لكن ما توقعت يوم من ايام الله اني بشوفك. الله يعني يا يعني الله يحافظك ويبارك فيك. اقول لك كلمه. تفضل. ترى في كل الدول العربيه فقط الامارات والسعوديه اللي يظهرون الغش هذا لانهم قادرين على محاربته. في دول ثانيه ترفض لانه ما يقدرون يحاربون، يقول لك ليش اخلي الناس يزعلون مني كجهات حكوميه وانا ما اقدر احارب الفساد. بس في السعوديه والامارات اللي تظهر على اشياء سواء في سناب ولا التلفزيون، يعني الدولتين سواء الإمارات أو السعودية هم الوحيدين اللي يصورونها بكل وسائل، حتى في قناة دبي في برنامج عن الغش وحماية المستهلك، وكذلك في السعودية حنا ترى الدولتين الوحيدة مع كندا وأمريكا وبريطانيا اللي نظهر على الأشياء إعلاميا ومحاربتها قوية. يلا لك الحمد. اللهم لك. وكذلك باقي دول الخليج إن شاء الله. يعني إن شاء الله يصير. نتمنى أن يحذون حذونا إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكرا يا ابو سلمان. ما تعرفنا الا على الناس الطيبه. الله يبارك فيك. وبشيركم ابقي احط سنابك. تامر الله. جزاك الله خير. ابو سلمان وين بتغدينا؟ هلا والله. من ايش؟ من ايش؟ نزيش بعيد من يلا الصلح ينزل. شنو بروح لك؟ بتغدى نتغدى. ايش؟ أبا أطبخ، جينا نعطبها جيبين بجيات. كم جيبك بجيات؟ هذا هو بجيات عندي. هلا 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 بالوين؟ كم شكتك؟ 500. منصور وسلمان شوف هاي اللي تشوفها يبيعون مال الأسر المنتجة عندهم. لا والله أما تجارة الأسر المنتجة، يعني بدل ما يصيروا يطلبون شرط والله. اي والله حيول وخلاخيل وقحوف ومواعين وملاليس. قحوف ايش؟ قحوف هل يصلون عليها الجماعه هاي لا؟ ايه مسجدات. ايه يصلونهم. ايه ها سوق هني عندهم مال الاسر المنتجه. حتى عندهم يعني الاسر المنتجه. المكان عادي في الليل غادي تحراها مكسار. تحرام مكساري غادي هالمكان. تحيدون المطعم الإيطالي اللي خبرتكم عنه؟ ذاك وين؟ أحسن مطعم إيطالي تقدر تاكل فيه في شنتيه لندن. أخسارة ليون لندن ويعانون من دار لندير وتفيزي رتم من يصبحون لين يمسون. هم أبوي إلا في الفنادق لا يصيرون لا شرق ولا غرب. قميضة يا أبوكم العنوة من دار لين ديرة وانت تجلس من مطعم لين كوفي لين فندق من مطعم لين كوفي لين لوبي لين فندق. الناس أبوي تركض حافي ومنعله. ها شو ما شاء الله.
اخي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ابراهيم تبارك الرحمن الله يحفظك يا ابو خليل حافظ على ابراهيم توفيق. الاول شيء كروكاديرو موجود هنا في البكاديلي والعالم كلها تي كل هالعالم تي ها كروكاديرو الحين هناك مكانه بعد هذا سوق بعد تشوفها سوق خيري اظني مال اسر منتجه اظني اللي يجي لندن ولا يوصل هالاماكن ما كنا يا لندن اللي يجي لندن ولا يوصل هالبقاع ما كنا وصل لندن اخص هالكشاك الصغيره بها مال اسر المنتجه كافيهات ومطاعم لازم على كل ما تي لازم تزور هالبقع هالبقع كلها متلين هالعام العام الاول اللي قبل واللي قبل من عشرات السنين لغير كل سنه او كل موسم على كل جاي يختلف شيء تغير الترتيب يتغير الامبريلات يتغير كل شيء لا لا تحمل تحمل لا لا تحمل لا 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 انا بعطيها بقول عندنا تصوير شو اسمه التصوير انجليزي عندنا فوتو والله لا 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 عندنا تصوير بس شوي الفوتو فيديو احمد ما سكت الرجال ما سكت الظاهر بمهمه فلما طلعت هذه بتصبح ابي ابتل اعطيته 20 باوند ابي يسكت انت تبغى يسكت هو يتحرك عاجبنا عاجبنك اغناه خلاص والله ما عاد يرتك ابو سلمان لبيش شكرا على هالغد المميز جعل الله يحفظك جزاك الله خير وشكرا على اليمع الجميله اللي جمعتها بهالبيوت الطيبه الله يحفظهم ان شاء الله
منبورك ابو سلمان ما تعرفنا الا على الناس الطيبين. يا الله يحفظك. انتم الله يسلمك يحفظك. هل يقولون عن هالزحمه اللي ما عقبها زحمه؟ هذه الزحمه اللي ما عقبها زحمه. هاي هي الزحمه اللي ما عقبها زحمه. سمعتوا بهالزحمه اللي ما عقبها زحمه؟ هاي هي. هاي يوم قلت تفر حصاتك الالف. يقصدون بوي شارع اكسفورد اليوم. يوم يقولون تفر حصاتك الالف يقصدون اكسفورد اليوم بالذات. انا ابو شو يطعمهم هاي؟ شو يطعمهم هالامم؟ هالامم شو يطعمهم؟ ياهي عالم ياهي خلوق، ياهي عالم ياهي خلوق. عاد احنا لابجه الشارة خضراء للمشاه. وها طالع شوف الامم، شوف الامم بالله عليكم. يا رب البيت والحرام. بالله عليكم. الله يا رب تفرح الأمة العيناوية وتفرح شعب الإمارات حكومة وشعبا. يا الله يا رب إنك تفرحهم بالنتائج اللي السر خطرهم في مباراة اليوم. يا رب العالمين شعب يستحق الفرح، شعب الفرح والأناسة بيكون ثوبه وملبوسه دبة حياته. يا الله يا رب إنك مثل ما وصلتهم إلى هالمواصيل إنك تكمل يكملون سيرهم في هالطريق، مسير الأناسة والفرح والفوز يا رب. ثاني نادي عربي يتأهل للنهائي وثاني نادي أسيوي يتأهل بعد للنهائي، والعين أول نادي خليجي يتأهل للنهائي. يا الله يا رب إنك توفجه وتسعد إن شاء الله الأمة العيناوية وأمة لا إله إلا الله كلها اللي تحب العين. العين أبوي ترى نادي العين كلن يحبه وكلن يتمنى لأنه هو يمثل العرب، يمثل الدنيا العودة هذه بكلها كبرها بزمها وعراها، يمثلهم كلهم. فوزه وصوله إلى هالمرحلة المتقدمة هذا روحه فوز لكل عربي وفخر لكل الناس. اللهم لك الحمد. شيء عاد باجي دقائق تفصل بيننا وبين بداية المباراة. يا الله يا رب إنك توفجهم اللي ما تحبوا ترى، وانهم يبون نتائج تفرح ابوي حكامنا وشعبنا. يا رب دكتور شريف مطر اسعار مميزة وخصومات بمناسبة السنة الجديدة. أخيرا تحولت لين حطيت قشراتي وساماني، وحين ترى إبراهيم عليه، إبراهيم في الدور الرابع وأنا في الدور السادس. أنفه معلوم أن هذاك يعني مش عادي ملكي، لكن ما يصلح لي، يصلح للملوك، يصلح أبوي للمتيرة، يصلح أبوي للناس اللي يحبوا الهدوء والصخة. أبوي أنا إنسان لا أحب الهدوء ولا أحب الصخة ولا أحب الحركة والحياة والزيرة، وأحب الساير والياي وأحب اللوادم. حطيت شيري ورتبت شنطة واحدة والثاني بعدني ما وحالي بننزل عندي موعد تحت ويا شغلي يعني، ومن أخلص شغلي بنتمشى شوي هنا وخلاص برد. بعد حين ترى إبراهيم مفروض اني انا انزل له، قلت له لا رجالي فوق. بعدين غير ابطيت علي ابراهيم، ما ابطيت عشان قاعد تشرج شويه التليفون من حقه. الشرج عندك؟ ها الشرج وينه؟ لا جلاكسي. انت شل الواير مارك، وعندي عندنا هذا الباور بانك. اوه يا هي لا بعد لا خلاص تبشت عاد باكر انسي. اوه يا بعد شقه باكر هي ما نرجع انسي. انت بخير؟ يوم انت بخير انا بخير الحمد لله. هذا الزين
ما شاء الله عليك يا ابراهيم. اقول لك عاد انا ادري بكنت ما بطيء ترمس خلي فمش هوان. كيف حالك؟ شكرا على العزيمه. على الله يحفظك. مشكور مشكور مشكور. على الله يسلم. انت من هالعين؟ ما شاء الله. وين ساكنين في العين؟ ما شاء الله ما شاء الله. مبسوطين في لندن؟ سمعت عن النتيجه اليوم؟ اي والله صرنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك يا ان شاء الله. سلام عليك سلام عليك. تعال حبيبي. الله الله. بسم الله عليكم الرحمة. شو اسمك انت؟ ولا شو اسمك انت؟ ما اسمعك والله. تقولين حبيبي قوليلي شو اسمك؟ شيخة. شيخة ما شاء الله عليكم. تعال ما على هواك. زين كيف حالك؟ الله يخليك. الحين انت ولد الشلاله؟ اي نعم. شو اسمك عاد؟ سيف. والله مرحبا بسيف. انت من الشارجه؟ اي نعم. وهذا الرجال؟ محمد رميد. والله من هذه ما يباني اصوره. هذا ثاني احلى واحد. ثاني احلى واحد من عقبك طبعا. الله يحفظه. عارف منو هو هذا؟ هذا عارف. عارف والله مرحبا. الحين كلكم من الشارجه؟ من الشارجه. جايين تمشون لشو؟ كشتي وياك. جاي انا؟ الله يحفظكم. هذا بعد ابوي الريال اسمه نبيل الزرعوني. يابا ما شاء الله اسميك يا لندن. اظهرت لنا عرب ما شفناها من زمان. ايش حالك استاذي؟ كيف انت؟ بارك الله فيك. الله يسلمك. مبسوطين بالليل؟ اخوي خالد السعيد يسلم عليك. عليك وعليه السلام. دوم يطليك بالخير. يعلك تسلم. حبيبي. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يسلمك. سيلفي؟ زين حد يصوره ويا حد ما يخبر باسمه؟ انت منو؟ ها؟ عمر الغالي من عمان. والله ابرك يا ربي من عمان. يا ابو مازينك مازين بلادك. يا على الله يحفظ. انا رقم واحد. حياك حياك. اخير والديك سلم على اهاليك كلهم. سلام بارك. الصغار والكبار مره. شي بلادك في عمان؟ ما يهمك. شي بلادك؟ والله ابراهيمي. واغمي على بلاد انت نتيت منها. سلم سلم ابوي. ها؟ من وينك؟ من الابراهيمي ابوي هالرجال. حيا الله ابو محمد. هالرجال من الابراهيمي. الحين انت الحين ولد سعود بن فاضل. نعم. الشامسي. ما يحتاج. الله والنعم. والنعم. انت من هالزاخره؟ احنا ما يحتاج تراك الحين تجاورنا. الله يهديك. زين هذا ابوي راشد بن سعود بن فاضل الشامسي من هالعين. نعم حالك. والله يا ابوك ابرك كم الساعه الحين عاد ابركم شفناك. الله يسلمك. عاد انت تقول لي والله انا ابوي دوم يطريك بالخير. ما يحتاج. ابوك ابوك يطري الناس كلها بالخير. من يطاري؟ من اليوم؟ من يطاري؟ من السبعينات. من يطاريك رفعت يدين يدعي لك بالخير. يعني الله يحفظه. سلم سلم. برايك فيديو الحين. برايك فيديو ولا؟ وين؟ يلا حين. الحين هذا سعود بن فاضل. نعم. شو يسوي الحين؟ يدعي لك بالخير. يدعي لي انا؟ نعم. اشو يدعي حق بوده ولا شو هناك؟ لا لا ابوك يدعي لك يدعي لك ما يطاريك بعدين يدعي لك بالخير. صدق هذا؟ نعم. حليلك سعود بن فاضل. سلم سلم. سلام يبلغ ان شاء الله. سلام. كذا خليتك. بالضبط الحين كملت ما يقارب ساعة في السلفرج. تليت الادوار كلهن الحين مرة اخر دور. ها. غادي. ما شاء الله تبارك الرحمن بينطر من العرب من الأوادم يعني من كل البلاد. عالم عالم. حيا 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 فيه حيا والله. أناس وحيا. تشوف العرب وأغلبية اللي شفتهم كلهم شايفينهم العام العام عام الأول وليه قبله وليه قبله وليه قبله. أسميك يا سلفرج الضم في جنباتك خلق الله ما خلق. يجمع العرب كلها. يارك الله يارك الله يا ابراهيم. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. كل هالعرب ابوي يطرشون مسجات يبون سناب ابراهيم. هل انت عندك سناب ولا يا ويك؟ ها يا ما عندي سناب. ما عنده سناب. بتقول ما قلت لكم ما عنده سناب ولا يعطي سناب احد. تو ما عنده الحين لما يعطي سناب احد. يلا تعالي عدالي اول بادي امون. انا اصلا الحين انت جبتي رقم زين نتيجه زينه ويا ابوك لندن ولا سابعين اول اعدادي صح؟ اي ما شاء الله عليك يا حمدان. ما زينك يا حمدان. خادي خادي بعد غزوزك اكبر عن غزوزي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم.
وهاي شفته هيك هيك ابو بشير ما تبى تصور ياسين صور كسرتي ما تدري والله ما بهين بعد شفته انزين حمدان هاي صفقت لي سابع منو ها منو ترمس اسمع انت قاعد تصور بعد هي منو ترمس ابراهيم اسمع شو اسمه مسج ربيعي هي شو ترسلني مسج لحد يعني اقول لك اتمنى لك انت ابو محمد توفيق والله يحفظكم من الكلام الطيب جزاه الله الخير كم الساعه الحين ناو اي دونت نو هير حد يرقد الساعة وهني حد يرقد الساعة 10 في الليل لا هذا انت بترقد حبيبي انا بسير غرفتي بطالع لي موفي اكشن شوية وبعدين بنام الساعة 12 ليش؟ شي يوعيني بالغبشة الساعة 4 ولا 5 ماشي شغل اتم كم الساحر والله يلا تصبحون على خير يلا انتم خلاص اروح ده الباب حق الجماعة يلا ابوي تصبحون على خير